لا تقل لي لا نراه، ما فائدته إذا لم نكن نراه؟ هل ترى النبي الآن؟ هل ترى الأنبياء الذين سبقوا؟ هل ترى الله عز وجل؟ هل ترى الجنة والنار؟ أنت تؤمن بكل ذلك وتسير بناء على وجود هذه الأمور، ومع ذلك لا تراها. يوم اللي يجي صاحب الأمر، ها ليش ما نشوفه؟ لنفترض أن صاحب الأمر ظهر في مكة، هل كل الأرض الإمام موجود فيها؟ يعني هناك موجود في مكة، هناك ما موجود، صار بالنسبة لك غير. نحن نؤمن بأن الإمام يرانا ويحاسبنا وأعمالنا تعرض عليه، والحديث أنه ما فائدته ونحن لا نراه أجاب عليها الإمام من قبل، كما ينتفع الناس بالشمس وهي تحت الغيوم، كما ينتفع الناس بالشمس في الليل بالنتيجة جاذبية الشمس هي التي تحافظ على هذه الكرات في المنظومة الشمسية. إن اختفت الشمس الآن لاختفينا جميعا. الإمام هو الذي يحافظ على كيان الكون، هو حجة الله في أرضه، مو حجة فقط علي. شنو فائدة إلي؟ شنو فائدة لفلان؟ وليش ما نشوفه؟ يعني هذا الكلام لا معنى له فيما يرتبط بالغيب. مسبقا نقول نحن نؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأننا نؤمن بالنبي ونؤمن بسنة